عسلمة، أنا راوية خضر أنيماتريس و برودكتريس راديو وانتم تسمعوا في الحلقة الخامسة من خدمة نظيفة. كل مرة نستدعى ضيف ولا ضيفة باش نحكيوا على خدمته. الفكرة هي باش اون ميم طون نفهموا الخدمة هذه بالكدا باش نكتشفوا لو باركور اللي تبعوا ضيوفي باش ينجحوا وباش نعطيو فور يا مزور دي كونساي للمغرومين بالدومين هذا ومازالوا عندهم شوية تساؤلات. ضيفتي اليوم هي ليلى بن قاسم، انتربرونور سوسيال و كولتوريل، فونداتريس نتاع الميزون دوت دار بن قاسم اي كي ترافاي بوكو ا ترافيرس سا سوسيتي بلوفيش على الارتيزانا لو باتريمون la culture من الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه نتاعهم. مع ليلى حكينا في الخدمه في مولتي ناسيونال خاطر هي من غادي بدات الكارير نتاعها، ومن بعد حكينا في مفهوم الرياده الاجتماعيه وكيفاش رميت روحها في لونتربرونيا سوسيال وكيفاش بدات سا باسيون للارتيزانا والار ولو باتريمون، وفي الاخر حكينا على ليكسبيريونس نتاع دار ضيافه شنو يطلب منك اليوم انك تو فوند اون ميزون دوت وخاصه شنو المربوح منها. زاد نخليكم تسمعوا الحوار هذايا اللي فينالمون ماهوش ياسر يحكي على خدمه بالذات على قد ما هو يحكي على مايند سيت نتاع طريقة عمل تخلينا نقدمه برواحنا وبالبلاد. كان عجبتكم الانترفيو تنجموا فو لايكي فو كومنتي فو بارتاجي فو تيليشارجي تنجموا زادا فو ابوني للبودكاست خدمة نظيفة. بون ايكوت. تفهمها هكا ABC نتاع الشركات العالمية اللي تتعلمها كي تخدم في مولتي ناسيونال ينجموا يساعدوك في حياتك الكل. ولات كاين الأولوية انه نزيدوا الأسفار، انه نقتحموا أسواق، انه نقتلوا الكونكورون. الحاجة الأولى اللي أعرف اللي ما عادش نحب نخدم في ملتي ناسيونال وما عادش نحب يكون عندي عرف إمكانياتي المتواضعة على الأخر نحب نعمل شنجم، معناتها خاطر نؤمن اللي احنا مش نعاتين ثقافتنا وتراثنا مانيش مقدرين قيمة تراثنا وثقافتنا أنهم يخلقوا فرص. هذاك كان مشروع فاشل برشا خاطر لقيت 50,000 قضية في الحكاية. الله يرحمه ويذكره بالخير سيستيم شاكر عمل لي انترتيان وما فهمتش كيفاش CV نتاعي من اولو لاخرو بايوميديكال انجينيرينغ ويقول لي هاو بروجي في الارتيزانا ادخل اخدم فيه. تدرلو لا قعدنا 7 سنين ترميم خاطر تخلص من الشنجم نفضل من بلوفيش ما لازمكش تكون مزروب، معناتها يكفي اني دخلت في وسط الدار وبالحق ما نجمتش نشد دموعي. ليلى بن قاسم، انا فرحانه اليوم اللي جيت لدار بن قاسم خاطر عندي مده وانا نحب نهبط للوسطونس ونجي للمدينه معناتها ونجي لدار بن قاسم وتيت مشيت لبلايص اخرين. اليوم فرحانه لينا جيت لهوني وفطرت، ميرسي على الفطور. وماذا بيا تو نحكيو شويه على لونتربرونيا سوسيال وعلى ليلى بن قاسم. ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. مرحبا بيك راويه، شرفتنا برشا. يعيشك يا ليلى. انا بربشت شويه دونك وشفت اللي انت قبل ما تكون انتربرونور سوسيال اي كولتوريل كان نبداو ان بيتي هكا ان ريزومي على البروميير في بروفيسيونيل نتاعك اللي هي انت كنت انجينيور اون بيوميديكال. كيفاش عملت الانجينيوري هذيا؟ علاش؟ اسكو زيد كان غرام اخر من تاع حيات اخرى؟ وكيفاش كانوا هالعشرة سنين خدمت فيهم انجينيوري؟ كيما ديما واحد كي يقرا في الليسي ديما يخمم شنو ما لي ماتيير اللي نجح فيهم شنو ينجم ينجح مع مش يكمل ينجح في قرايته. ساعات الاختيارات في اخر عوام في الليسي يتحددهم نوتاتك واللي ماتيير نتاعك اكثر من حتى حد ما يقول لك انت شنو تحب. الناس يقولوا لك انت نوتاتك باهين في الحاجه الفلانيه دونك اعمل كذا. فهذاك كيفاش مشيت في الانجينيوري خاطرني كنت كعبلي في الاستوار وفي اللغات. ما تحسنتش من وقتها. سي با فري. اما الحاجه الوحيده اللي كنت ياسر باهيه فيها هي المات وكنت ياسر نحب الشيمي. قررت نعمل انجينيور بيوميديكال خاطر نعرف روحي هذيك حاجه ننجح فيها. معناتها كي ناخذوا من منطلق الامتحانات والنوت والمستقبل بالطبيعه واحد فما ضغط عائلي كي يبدا صغير. واحد يلزمو ينجح خاطر ما كانش امو بوي تو يتغشوا. دونك هذاك علاش حبيت نكون انجينيور. وعلاش انجينيور بيوميديكال؟ ديما ملي انا صغيره نحب الناس ونحب نعمل حاجه عندها علاقه بالناس. انجينيور بيوميديكال هي الانجينيوري الوحيده اللي عندها علاقه بالانسان. دونك خدمت حاجه بلوز او موا تحبها كمان حتى تحت الضغط العائلي. صحيح. كي دخلت نقرا انجينيور ميديكال كنت لقيت الحكايه معقده شويه خاطر فما شويه ميديكال وشويه انجينيوري كنت شويه تشالنج. بقى من بعد كي دخلت نخدم تخرجت وليت نلوج على خدمه قعدت بطاله 8 شهور كانوا خايبين ياسر كان ضغط اكثر من الضغط بتاع النجاح.
ومن بعد كي دخلت نخدم الحقيقه دخلت على خاطر دخلت خاطر واحد قال لي جدخل اخدم. الحقيقه العقد كان ياسر بعيد على احلامي والشهريه كانت ياسر بعيده على احلامي، اما في الاخر قلت لازم نبدا ولازم نوري ما عندي. دخلت نخدم في شركه صغيره، نتفكر العوام الاولى كانوا برشا تمرميد خاطر كنت ديما ما بين سبيتار وسبيتار، نليفريو في الماكينات ونصلحوا في الماكينات ونركبوا في الماكينات ونحاولوا نبيعوا ونشريوا مع الطب ومع الايكونوما نتاع السبيتار فذاك نحطوه في الاسباس نتاع الاطار الزمني والمكاني في تونس ولا مش في تونس الحكايه هذه صاير؟ هذه في تونس في اول التسعينات، فتنقلت برشا في الولايات الكل وقتها ما كان مازال ما كانش مؤطروت. كانت هو بالطبيعه واحد كي معناتها يدخل وتكنولوجي ميديكال معناتها حاجه تعرف اللي عندها ابعاد انسانيه معناتها وتساعد الطبيب والكلام هذاك الكل معناتها حاجه حلوه، ما شويه تمرميد معناتها خاطر طريقه العمل كلها ما بين الاداره والبريفي والديوانه وال فهم برشا جري معناتها في اي جو، فهم برشا هكا عراقيل بختو بون واحد تعلم منها برشا. كنت نخدم في شركة صغيرة هي تمثل شركة عالمية للماتريال ميديكال. الشركة العالمية هذيك بعد 4-5 سنين خدمتي في تونس اقترحوا عليا اللي نطلع نخدم في ألمانيا، وبطبيعة كانت واو على الأخر كما قلت على خاطر عرفتك اللي من في خضم تمرميد ذاك الكل ما بين المستشفيات، معناتها واحد يقول لك أطلع ولي برودكت مانجر في ألمانيا وزيد الشهرية ضربت في منعرفش قديش فبطبيعة قبلت الكونترات وطلعت لألمانيا. ألمانيا ياسر استمتعت خاطر بيان سور خدمت في ملتي ناسيونال وسافرت بون مشيت خدمت في سبيتارات بريسك أوروبا الكل، وزادك تخدم معناتها أنت تحس روحك أجوغ على الأخر معناتها خاطر تخدم مع الار ان دي تخدم مع البرودكت مانجمنت معناتها أنت تحس روحك معناتها في الفرونت لاين قال الإنجليزي نتاع التكنولوجي ميديكال. كانت معناتها كانت خطوة حلوة برشا في الكارير كإنجينيور بميديكال، أما زادك كانت مرحلة مهمة برشا يدولي حتى كان وقتها ما كنتش فايقة بها الحكاية، أما سلحتني اليوم باش نتعلم معناتها كيفاش تعمل ماركتينغ الانترناسيونال، كيفاش تعمل كيفاش تلانسي برودوي جديد، كيفاش تجيري برودوي معناتها فما حاجات تعلمتهم تنجم تقول كاين خديت ام بي اي معناتها خاطر واحد كي يخدم في ملتي ناسيونال فما حاجات تتعلم وما تفيقش بروحك وقتها، اما يوليو بارتي كيش تكتب ايميل حتى معناتها بروفيسيونيل معناتها فما هكا ا بي سي نتاع الشركات العالميه اللي تتعلمها كي تخدم في ملتي ناسيونال ينجموا يساعدوك في حياتك الكل. دونك انت كنت في ملتي ناسيونال هذه اخر اتاب حكيت لي عليها تخدم في حاجه عندها علاقه بالانسان وبالانسانيه اللي هي حسب ما فهمت حاجه تعني لك برشا، ونصور شهرية باهية وتسافر وشيخة، شنو صار باش من بعد قلبت الموازين الكل؟ هو بالطبيعة كما قلت لك معناتها الحقيقة معناتها كي نحكيوها بوان فيو كارير كانت مرحلة هامة ومهمة وفخورة اللي أنا مريت بها اللي صارت لي ريكروتمون هكاكا زادة معناتها حاجة بالميريتوكراسي فوالا تبقى كي دخلت في وسط الملتي ناسيونال ملي كانت هكا حاجة عظيمة وواو كي دخلت معناتها وليت نخدم في وسطهم في بيروهم في أجواءهم وقتها بديت نشوف كيفاش يقولوا الوجه الآخر، وليت كيني الأولوية أنه نزيدوا الأسفار أنه نقتحموا أسواق أنه نقتلوا الكونكورون معناتها، وكان فما صراع كبير بين الشركات العظمى معناتها باش يقتحموا أسواق أكثر. هذيك ساعات كي تدخل في وسط الملتي ناسيونال تحسوا اللي هو بلكشي يطغي أكثر من أنك تساعد طبيب أو تحمي إنسان أو كل الشاعرية اللي بديت بها وقت اللي هو مش كان يظهري مازال هكيكة وهو مش إحساس هو بالحق هكيكة فساعات هكا بيني بين روحي نقول اسكو بالحق معناتها قاعدين نعطيه للإنسانية كما قاعدين نقوله الماركتينغ خطر حاجة ما هو في الواقع معناتها فما صراع خفي وقوي برشا معناتها. بعد تقول انت اسكو انا قاعدة نخدم فيه معناتها بشي حسن المجال الطبي اللي هو مهم برشا للإنسان او باش نزيد صفار للشركة العظيمة اللي نخدم فيها. ومن بعد وليت زادة كيما الفلسفة في مخي معناتها وليت ياسر نبربش على معناتها وليت نعشق حاجة اسمها تشالنج وبزنس ومعناتها طريقة العمل متاع لانسمون برودوي وبروموسيون والماركتينج وكل الباجاج اللي يجي مع كرياسيون دوموند وحاجات هذوكم معناتها ياسر حسيت استمتعت بهم بخا قلت علاش ما نعملوهمش الحاجات باهية. فوقتها وليت نبربش ياسر معناتها أكيد فما طريقة أخرى نجمو نعملوها اللي هي فيها فما إكيليبر ما بين خدمة بالكشي الإنسان
الإنسان والعالم وفي نفس الوقت أنك تكون ربحي. من هنا اكتشفت الانتربرونوريا سوسيال. دونك احنا في أن عام وقت اللي أنت اكتشفت الانتربرونوريا سوسيال؟ بالك شي أول 2000 معناتها أي أول 2000 هكاك آخر التسعينات أول 2000 2001. احنا توا كان نحكيو على الانتربرونوريا سوسيال كيما انت فهمتو وقتها من الاول ونحاولو جوستمون نفسروه بتتخ شكون يسمع فينا مازال ما يعرفش بالضبط الانتربرونوريا سوسيال شنو هو بالضبط، شنو الفرق بين انتربرونوريا عادي يعني كلاسيك تقوم تعمل بزنس نتاعك وتعمل لونتربريز نتاعك وتنطلق تخدم على بركه الله، كي تزيد هالكومبوزونت سوسيال الاجتماعيه هذيك شنو يتبدل؟ هما الزوز معناتها مهم انه يكون الغوتور، معناتها الغوتور سور انفستيسمون يخلي شركة تدوم ماديا، لكن ما يلزمش يكون هو الهدف الوحيد. معناتها في الانتربرونوريا سوسيال ما غوتور سور انفستيسمون في الانفيرونمون، في الثقافه، في التعليم، في الصحه. معناتها تنجم تكون شركه ربحيه، تخدم ناس، تحقق ارباح، تعمل بيلون، تصبهم كل شيء، تبقى عندها فما قضيه زاده قاعده تحارب عليها. والاكثريه لي زونتربرونور سوسيو معناتها تلقاهم ناس يستثمروا في بلايص بلكشي الانتربرونور عادي ما يمشي لهمش. معناتها بلكشي الانتربرونور العادي يقول شوف هذوك معناتها ديك حاجه تربح برشا فلوس باش نستثمر فيها، اما الانتربرونور سوسيال يقول هذيك حد حقرها اما هي فيها فرصه باش نمشي نستثمر فيها على خاطرها تنجم تحسن وتعمل وكذا كذا كذا. المنطلق ديجا الفلسفه نتاع البدايه المشروع مش كيف كيف، وزاده الانتربرونور سوسيال معناتها على مدى عمر المشروع ديما معناتها فما قضيه يدافع عليها اللي هي معناتها الغوتور سور انفستيسمون سوسيال ولا كولتوريل ولا معناتها حسب القضيه نتاعو، هي يقولوا عندها بقعتها نفس المجال اللي عنده الغوتور سيغ انفستيسمون فينانسيير. معناتها هي شركه لازمها تكون ربحيه باش تمشي باش تحقق باش تنجم تكمل تحارب في القطاع نتاعها، وفي نفس الوقت قاعده تحاول انها تحقق ربح اجتماعي. مرحبا بكم في هذه الليلة. يا اللي نحكي لي على زمانك كانت في الماضي أيامك صغرك وأحلامك أو في الحاضر تورخت صاورخ النار أو في المستقبل يا نانا حكي لي يا سرارة يا نانا. وانتي وقتك بديت تخمم باش تبدل وباش توصل باش تنطلق ان توكا في الانتربرونوريا سوسيال، كنت عارفه شنو القضيه اللي تحب تخدم فيها ولا اللي تانفيستي فيها؟ خممت قبل ولا بلونجون؟ هي باش نقول لك كنت واضحه الافكار في مخي نكذب عليك، اما اللي كنت متاكده منه كي بطلت معناتها من ملتي ناسيونال وحليت شركه اسمها بلوفيش خاطر نحب الازرق ونحب الحوت وما عرف شنو باش نعمل، ما كانتش الافكار واضحه بالكل. اما كان عندي ثلاثة أربع حاجات مقلقين ياسر ونعرف اللي نحب نخدم عليهم. الحاجه الاولى نعرف اللي ما عادش نحب نخدم في ملتي ناسيونال وما عادش نحب يكون عندي عرف واضح هذا واضح. ثاني حاجه كانت عندي فرستراسيون علاش هما يصدروا لنا واحنا ما نصدروا لهمش. فرستراسيون اخرى هي شبينا ما نحكيوش حكايه ايجابيه على تونس، علاش احنا توانسة كل شيء من برا واو مش احنا اللي واو، وهذه كانت معناتها الهدف المخفي. معناتها انت وقتها كنت تسالني وقتها ما كنتش نجم نقولهم لك هكايا خاطر بكش راك تضحك عليا، توا بون بالكش نجم عندي ثقه اكثر بروحي خاطر عندي شويه اكثر ثقه بروحي فنجم نعبر هكايا. اما ديما لونتربرونور يبدا هكاكا، معناتها حتى لونتربرونور سوسيال يظهر لي اكثرهم اللي نعرفهم معناتها تلقى عنده قضيه كبيره برشا 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 في داخله وبالكش يعطيك شويه منها. معناتها البراندينغ نتاع تونس قضيه اكبر مني برشا، مي بامكانياتي المتواضعه على الاخر نحب نعمل شي نجم، معناتها خاطر نؤمن اللي احنا مش نعاتين ثقافتنا وتراثنا، ماناش مقدرين قيمه تراث ثقافتنا وثقافتنا
ثقافتنا انهم يخلقوا فرص ايجابيه، مش كان ايجابيه معناتها بمعنى فرص عمل، اما زاد روح انتماء او موجات ايجابيه اللي هي تصبح معناتها تخلي الانسان يولي خلاق في اي مجال اللي نجم يخدمه. كلامك ياسر مزيان ليلى، والموجات الايجابيه جوستمون هما اللي يخليو برشا عباد يرجعوا عندهم الامل سورتو ويكونوا هما كرياتيف. فما حاجه كمان انت في اللي حكيت فيه قعدت نخمم فيها ونتخيل في روحي في بلاستيك، عندي شهريه باهيه في المانيا في ملتي ناسيونال، ووقفت الدنيا كل باش نمشي نعمل البلو فيش. شنو النصيحه ولا كيفاش انت عشت الماما هذيك اللي تعداو بين تصور برشا عباد انك تخلي شهريه؟ كيفاش باش تعيش انت وقتها؟ كيفاش باش تدخل مصروفك؟ كيفاش باش فهمتني شنو نقصد معناتها الصعوبه هذيك نتاع خاطر لونتربرونيا سوسيال يظل ما نقراوهوش، دونك ندخلوا له ديريكتومون من الباب الكبير وحدنا محض ارادتنا ساقلوله ونبداو. دونك انت كيفاش كي تعديت ليتاب هذيك شنو الحاجات اللي حطيتهم ركزت فيهم في مخك وعاونت بهم روحك باش قعدت قد ايه قعدت بلا شهريه؟ هو سؤال هو بيان سور معناتها كنت نخدم في ملتي ناسيونال دونك كان عندي شويه كونت ايبارن اللي يسمح لي باش نقعد شويه اشهر نبلبز معناتها نجرب حاجات في نفس الوقت معناتها بون في مرحله زيد الحقيقه شحت معناتها وليت حتى نخدم ترجمه نتاع عقود ولا فازات هي تبركة ولا حتى ترجمه على سكايب نتاع اجتماع معناتها باش هكا ندخل شويه ونجم روحي. هي لا ما كانتش سهله، وزيد نعاود نقول ديما فما ضغط المجتمع معناتها وهذاك علاش ديما ننصح اللي يبدا في مشروع انه مش لازم يحكي كل شيء خطر. هذا اول نصيحه به ما بالستره. خاطر فما اكثر ناس انا من تجربتي بالك شيء مش ناس كل فر تجربه، فما اكثر كي تبدا انت ظاهر اللي انت ضايع وظاهر اللي خذيت قرار معناتها مش ذكي ياسر في نظر معظم الاشخاص في الدنيا، معناتها اي فكره تقولها باش يقولك انت لو حاليك انت لو مش خايفش قام عليك انت ما كنت لبس عليك شقا. جستما وهذا اللي اليوم حبيت نحكي فيها على خاطر اغلبيه العباد باش يقولوا لهم فك عليك واش قام عليك، دونك شنو لازمهم يعملوا؟ دونك هذاك علاش ما كنتش الحقيقه نحكي ياسر او اصح شويه اللي نحكي لهم معناتها كان صحابك يحبوا لك الخير هكا يسكتوا يسمعوك، كان العائله بينصحوا باش يقولك فك عليك ماك لاباس عليك ارجع وين كنت. جيت هكاك بشويه نطنبش، وكيما قلت لك معناتها تعوقت على الاخر فتره من فترات وليت نخدم في خدم هنا هكا ماهمش ياسر منتلي تشالنجينغ. قعدت ضايع شويه في شنو النجم نصدره معناتها شنيه تونس شنو عرفتك اللي كل بلاد في العالم عندها كونتريبيوشن ماكش كلام كبير شويه اللي قاعده نقول فيه. هذه كيفاش وصلت للاختزانة؟ وليت قلت احنا عندنا حرف ومازال فما ناس تخدم بيدها اللي هي حاجه ما عادش موجوده في اوروبا، بالك شي معناتها نجم نخلق دوموند في الحاجه هذيك. وليت بشويه نخدم مع لي ارتيزان معناتها قلت بالك شي نجم نحاول نساعدهم يصدروا. هذاك كان مشروع فاشل برشا خاطر لقيت 50,000 قضيه في الحكايه، ومن بعد خاطر زاد لي ارتيزان معناتها ميكرو انتربريز قد ناس ورثت صنعه مش بالضروره انتربرونور باش ينجم يفهم تنجمش تكبر يعني فورسيمون ماهوش باش ينجم بالضبط ينضبط التقاليد وقيم نتاع التصدير والتجاره العالميه. من هنا تعرفت على الفاميكس اللي هي في وقت من الاوقات كانت في دار المصدر وكانت تساعد المؤسسات التونسيه انهم يوليو مصدرين، فمشيت تعرفت على فاميكس ولقيت اللي هما يخدموا في دي بروجي باش يساعدوا شركات واللي يصدروا. قلت وي بالك شي نجم نلقى روحي غادي. مشيت حطيت السي في، الله يرحمه ويذكره بالخير سي سليم شاكر عمل لي انترتيان، وما فهمتش كيفاش السي في نتاعي من اولو لاخرو بايوميديكال انجينيرينغ ويقول لي هاو بروجي في الاختزانة ادخل اخدم فيه. الله يرحمه ونشكره حل لي باب كبير. بون كانت تجربه متواضعه على الاخر معناتها من ماديا وحتى الميسيون نتاعي ما كانتش كبيره، بقى تعلمت وحلت لي باب وعطتني برشا امل وحسيت لقيت روحي معناتها كيفاش نفسر لك، لقيت روحي عبيت فراغ ما بين دي ديزاينر عالميين في اوروبا وحرفيين توانسة يحاربوا كل يوم باش يخلدوا الباتريمون اللي ورثوه. هذوما دموع معناها خايفت الكليم قويه ما يظهر لي ليلى دمعت تحكي على لي سي تري ايموفون جوستمون. انا كنت داير باش نسال كيفاش ما فهمت بدموعك جاوبني كيفاش نجم جوستمون تلقى روحك تخدم في حاجه اللي اقل بوتيتر فيها سالير واللي اقل معناتها الكونترا اللي يعطيهولك والبوست اللي يعطيهولك اقل بوتيتر من اللي كنت قبل في خدمه اخرى في حياه اخرى، اما ابارامون عنده اكثر امباكت عليك. هو بودكاست انت فضحتني بيسج. اما هي معناتها وقتها قرش عليا معناتها دخلت في عالم جديد
أمام عالم النجم معناتها لقيت الكيليبر ما بين أنك تعطي معناتها تعطي بمعنى أنك معناتها أنت كي تعلم حد كيفاش يولي صدر معناتها كأنك حليت له ببين معناتها باش يقعد ديما يخدم يخلق فرص الروح والغيره والمجتمع متاعه. وفي نفس الوقت أنا باش نربح معناتها وقتها بديت actively هي بصراحة وقتها priceless قال الإنجليزي كأني خطر تعرف معناتها خرجت من عالم ياسر مريقل ملتي ناسيونال معناتها كل شيء محسوب بدقة. دخلت في عالم ما هوش بلاش حساب جملة أما في نفس الوقت معناتها نجم نحكي مع الأوروبي اللي يحب على الجرة ولا الزربية ولا الحسيرة ونجم نحكي مع ونجم نسهل المفهوم للاختزان اللي قاعد يصنع في الحاجة ونخلق له معناتها فرصة جديدة اللي بالكشي ما كانتش تجيه كان مش أنا جيت وقتها في المكان المناسب في الوقت المناسب. بديت خدمت برشا 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 على من وقتها هذاك كان أول بروجي متواضع من وقتها جاوني برشا فرص عمل في تأطير الشركات الحرفية تأهيلهم للتصدير. دونك سي جي بيان كومبري انت تعلمت في الاكسبيرينس دي فلاميكس كيفاش تأطر الحرفيين باش ينجموا يصدروا الخدمة نتاعهم ومن غادي كملت دونك بشوي بشوي. دونك هذيك هي نقطة نقولوا احنا البداية اللي هي الفلاميكس. دونك لليوم الناس تنجم تمشي تحاول تلقى بلاصتها باش تتعلم حاجات من الفلاميكس مازال محلول الباب شوي شوي. هو البروجي فلاميكس سكر انتر تان وتوا فما دي بروجي اخرين في دار المصدر في السيبيكس فما ديما فما معناتها مشاريع جديدة لتشجيع على التصدير بيان سور. تبقى هي وقتها معناتها وقتها كانت بالحق نقطة الانطلاقة ومن حاجة لحاجة لحاجة خطر المؤسسة الحرفية هي كانت معناتها أكثر حاجة استمتعت فيها معناتها حتى اليوم. معناتها أنت تصور كلي نوسيون المعقدة في الملتي ناسيونال وليت عشقي أني نبسطها باش الشركة الحرفية تنجم تطبقها في شركة حتى كان شاء الله هو ومرته كهو فهمت باش يوليو هما يولي عندهم كاش فلو يوليو هما يعرفوا شنو يلزم كيفاش يحكيوا على القطعة متاعهم كيفاش يوم باليوها كيفاش تبسط المعلومه نتاع الملتي ناسيونال باش هو زاد يولي ملتي ناسيونال هو داير الشغل نتاعو. يظهر لي اكثر عائق للعباد اللي يبدا عندهم بوتونسييل وكرياتيفيتي هو هذايا هما يتخيلوا الانتربرونيا حاجه كبيره ياسر غول معناتها كيفاش تدهم عليه. دونك انك تبسط لهم العمليه بيان سور عندنا اكثر عباد يوليو يصدموا. هو خدمت معناتها نجم نحكي لك حكايه اللي ديما نحب نحكيها خاطر خدمت مع حرفيات يصنعوا المرقوم فما حاجة معناتها احنا خطرينا برشا 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 معناتها تظهرنا طول اللي فما بان في الحكاية ما بالطبيعة اللي معناتها واحدة حياتها الانتربريز نتاعها هي النول والخيوط ما تنجمش تشوف الخطر اللي هي تنجم تكون تحط روحها فيه. تنجم هي مثلا تبيع المرقومة ب 100 دينار وشريت الصوف ب 60 دينار وقعدت شهرين تعمل في المرقومة. احنا خطرنا ياسر عشنا حساب في حياتنا نجمو نشوفوا اللي هذيك هي خاسرة احنا نعرفوا اللي هي قاعدة تفكر في روحها اي فوالا. اما انت يكفي انك تقعد معها وتوضح لها الحسبة حتى كان حكاية ساعتين تصور قديش تعطي امباكت للعائلة متاحة الكل. ثم هما معناتها الزوتي شوي بشوية واللي ميتريزي كيفاش نأقلم المعلومة وهذه كانت نقطة الانطلاق. دوري 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 وقعداني قواش تصوري يا حنا دوري هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري دوري بحزامك وربي قد ايامك وبالحنة في قدامك وانتي بها الدوري يا حنانة دوري دوري بحزامك وربي قد ايامك وبالحنة في قدامك وانتي بها الدوري يا حنانة دوري دوري بالحلقة ورخبي عالطارقة وقولي وين المالقة وعند الشيخ نقيلو حنانة دوري. وبه باش نرجعوا من الفيش بلو فيش فوالا اللي هي خلينا نفسروها شنو دونك هذه مشيت فرد وقت وانت في الفاميكس وحليت السوسيتي نتاعك ليه شنو كانت تعمل هي معناتها لي بروجي خدمت كونسيير اون اكسبورتاسيون وهي اون فيت بلو فيش الباتين دا كونسيير اون اكسبورتاسيون لليوم ومن بعد زدت فيها اكسبورتاسيون برودوي ارتيزانال خاطر نخدم زاده مع حرفيين اللي ما عندهمش الامكانيه انهم يصدروا فاترافير بلو فيش نحاولوا حتى كان لي كوموند نتاعهم صغيره برشا نبعثوها لهم. دونك انت ما تخدمش مع الحرفيين
الحرفيين ديريكتومون تخدم مع دي زورغانيزم كيما سيبيكس ولا غيره باش بوغ اكونباني الحرفيين هذوما زوز معناتها ينجم يكونوا منظمات تنميه او تصدير اللي هما نخدم معاهم ككونسلتانت للتاطير وينجم يكونوا حرفيين اللي جاوهم فرص تصدير اما عندهمش الامكانيات معناتها مواجهه الاداره العظيمه للتصدير فاحنا بلوفيش ناخذوا معناتها على عاتقنا الاجراءات باش السلعه نتاعهم تنجم تخرج وتوصل للكليوناتهم البرا وكيفاش تلقى كي تعمل une entreprise كيفنا هكايا سوسيال من الاول وتصدم وتبدل بها الدنيا الكل كيفاش تلقى لي بروميير كليون سؤال معناتها هذول يسالوا الناس الكل وين تمشي تصطادهم اللي تحب الحوت مانيش نبدل في الدنيا الكل معناتها نحاول نبدل في شويه اللي داير بيها اما انا برباشة على الاخر اونلاين على الاخر معناتها باش تضحك عليا نجوجلي حتى روحي باش نشوف شي يطلع معناتها باش تعرف لازم لازم تجوجلي وروحكم تا ياسر نؤمن برشا بالقوة العالم الافتراضي في انه يوصلك ويحلك ببال حب خلق قصص حب حتى كان ما جاوش ناس كيف كنت يرحم والديهم معناتها باش يعرفوا علينا نجم نكتب انا بلوغ ونهبطوا معناتها مش مشكل ونروجوا العالم الافتراضي يظهر لي زاد حتى هو ماناش عارفين قيمته في انه يخلق فرص يظهر لي ما فماش حانوت في اوروبا معناتها باش تضحك عليا مثالش تضحكوا عليا ما فماش حانوت في اوروبا مهما يكون صغير ما عندوش حتى سيت ويب ولا باش فيسبوك ما تنجمش تبعث لهم طرف تصاور واسوام وتقول له شوفني محلاني حتى كان مية ما جاوبوكش فما زوز باش يجاوبوا دونك هوني نحكيو على البيرسيفيرانس وانك ما تحاول توصل صوتك مهما كان والبلاصه اللي تحب عليها السيبل نتاعك دونك هذا انت طريقه العمل نتاعك انت دوما قررت باش تبدل كومبليتوم حياتك الكل انك تحكي على انت شنو تحب تعمل بون مش عليا انا بالذات على لي زارتيزان على الحرفه على التراث على التاريخ قليل ما نحكي على روحي معناتها الاكثريه على الحاجات اللي نحب القضيه بالضبط القضيه اللي نحب معناتها الناس عرفت يشاركوا فيها وتولي موفمنت مش معناتها تكون فما ديمومه في خلق فرص للحرفيين او الحفاظ على التراث نتاعنا اما هو الاونلاين بيب 18 كان تعرفهم جمعيه استدعوني باش نحكي مع الشباب على التراث يقول لي اول جمله قلتها لهم قلت لهم اي حاجه تشوفوها تتعمر عمرها واحد كي بربش ويسمع حتى يوتيوب تسمع واحد على يوتيوب جبتك حكايته تنجم تبعث له ايميل تخدم معاه كيما قلت لك كيف دار بن قاسم بنفس الطريقه معناتها اونلاين 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 معناتها واحد اخلق حكايه هبطها وفما زاد الطريقه وهذه حاجه بالك شي تعلمتها في المالتي ناسيونال فما زاد طريقه الحكايه انت تنجم تقول وزادها حتى مع الحرفيين او مع الناس اللي يخدموا في التراث ديما نعاود الكلام هذايا خاطر تنجم تقول هذه جرة لونها اصفر وتنجم تقول الاندلسيين جابوها ومن بعد الفرنسيس ندرج زادوا عليها والاندلسيين درج عملوا واحنا توانس عملنا فيها ودرج معناتها تنجم تحكي حكايه اللي هي تردها واو وتنجم تحكي تقول عليها حاجه اللي ما تلفتش نظرك جمله فهي زاد معناتها ما فماش راهو مانيش نخلق في حكايه ولا نكذب معناتها هذيك هي بالحق وكي حرفيه ساعات تقول هذايا مرقوم عملته وتسكت نجم زاد تقول راني تعلمت على امي وهي تعلمت على امها والباترنز هذوما القبيله نتاعنا ما نعرفش شنو الحكايه وكنا نحطوا مشط على خاطر ما نعرفش شنو والاحمر اللون الاحمر كان يتعمل الاحمر على خاطر من الرمان نجم تحكي حكايه اللي هو حكايه غرام زاد لازمك تكون مغروم بالحكايه كيما قلت لك نحب التبربيش نحب الحكايات ليه وهو هذا ستوري تيلينغ نتعلموه زاد نعرف كيفاش اون مي اون فالور الكومبيتونس نتاعنا ولا الخبره نتاعنا ولا اي حاجه نعملوها في حكايه مزيانه هذول زاد هذا سي انا كي يتعلم حتى كان مانيش مغرومين بالحكايه نتعلموا نعملوا ستوري تيلينغ نتاع خدمتنا نو دول زاد فما غرام خاطر فما ناس حتى لي زارتيزون اللي نخدم معاهم او حتى اصحاب مشاريع تلقاه يحس روحه ما يبالغ او يحس روحه يبيع او يحشم يزيد في الكلام او يقول لك ليه تو نظهر ياسر قاعد هو راهو يظهر اسكو انت تبيع ولا معناتها بالحق خاطرك عاشق للحاجه وتحب تبارتاجي لانفورماسيون وفخور اللي بلادك عندها تراث وتحب تحب العالم تسمع بيه مش عرفت ناس تعرف الناس ويظهر لي احنا نسمعوا مش برك الكلام نسمعوا زاد الكومبورتمون معناتها ليموسيون صحيت دونك هنايا حكينا شويه كيفاش نجموا اون سمي اون بلاس في لونتربرونيا سوسيال بشويه بشويه فما حكايه باسيون فما حكايه تحط لي شانس دو تون كوتي فما حكايه تبربش كيما قلت انت على الانترنت تحاول تلقى معناتها تبعث وين ما عندك تنجم تتماركتي معناتها القضيه نتاعك بالكدا وين دونك فما بلوفيش قاعده تمشي على روحها وتخدم على روحها وفما حكايه
أخرى قاعدة تنبت هي حبك للمدينة. دايوغ أنا حبيت نسأل أول حاجة قلت نسألها هتحس ما قريت ليلى بن قاسم بني خليد، أما ليلى بن قاسم تخدم على المدينة على الأخر، ما لو سخيبتك بنت المدينة ما أنت ماكش بنت المدينة. صحيح صحيح، هو كيما برشا توين سيظهر لي إن شاء الله مش كاننا كان ديما يظهر لي اللي المدينة تبدأ ببحر وتوفى بجامع الزيتون الأسواق، عرفتك تعرف الأسواق، تعرف الأسواق كانت تظهر لي ياسر، معناتها عرفت علي بابا وكل سنديباد وكل الديسانيمي هذوكم الكل، معناتها كي نبدأ نمشي فيها فمن اللي صغيرة كانت ياسر ياسر تحكي لي حكايات وياسر يظهر لي معناتها مناش قاعدين نروجوا فيها بالصحيح. وزيد كي خدمت مع الحرفيين في تونس الكل حسيت اللي باقي نلوج في الكلمة politically correct، مانيش باش نكون politically correct، حسيت اللي معناتها السياحة ما هيش مندمجة، ما هيش قاعدة تعطي فيهم حظهم، قاعدين عنا سياحة وعنا حرف ما همش ياسر قاعدين يخدموا بعضهم. حسيت اللي هذيك نقطة ضعف أو نقص، معناتها اللي بلكش نجمو ندمجوهم مع بعضهم باش ينميو بعضهم كيساهموا، معناتها السياحة تكون مندمجة أكثر والحرف زادا يساهم في الترويج السياحي بطريقة ما. وهنا منين بديت زادا نبربش برشا على السياحة المندمجة والسياحة الثقافية والسياحة ندر شنو، وهكا باش تعلمت شنية ميزون دوت وبديت نبربش على حاجات كيما هكا. نتذكر وليت ياسر نحكي لعائلتي اللي باش نعمل نهار ميزون دوت، باش نعمل نهار دار ضيافة، باش نعمل نهار دار ضيافة. ومرة كان فما أنونس في الجريدة، أنونس في الجريدة اللي فما دار في المدينة للبيع، يا أخي بابا شاف الأنونس، أنا بنقرا الجرايد، شاف الأنونس وقال لي هذه دار 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 كيما الميزون دوت اللي تحب تعملها، هاي نمشيو نشوف فها. ملول قلت له بون نعرف روحي ما عنديش فلوس وما زلت كي حالي تبلو فش وما عنديش فلوس على الاخر، معناتها بون بعد قلت يا ماخذ تخاطر فيه وانا نهار كامل ميزون دوت ميزون دوت حنمشيو نشوفها. مشينا شفناها، ونتذكر اول ما دخلت معناتها يكفي اني دخلت في وسط الدار وبالحق ما نجمتش نشد دموعي خاطر شفت برشا حرفيين في سباس واحد، مش بركة حرفيين تخيلت معناتها اللي يخدم الزليز واللي يخدم الحجر واللي يخدم اللوح واللي يخدم الفرفرجي وكلهم في حقبات مختلفه في التاريخ وكلهم توينسا في مش فرد وقت وكلهم بلكش يهاجروا من بلايص اخرى بالجيب والتراث متاعهم وكلهم هكا تلموا مع بعضهم فرد سباس باش ولاو تونس قصة عالمية. وزيد العائلة اللي تحب تبيع دارها بتبيع السباس هذاك، كان فما فرح كان فما حزن كان فما اخواتي تعاركوا كان فما ولادة كان فما طهور كان فما تطيب كان فما ذبيحة كان فما فزادة توينسة زادة هذيك زادة ثقافة، معناتها فما برشا حكايات ثقافية عايشة غادي. وعنات لي بالحق حسيت اللي هي أحسن طريقة نجمو نحكيو فيها على الثراء الحرفي والفني اللي عنا في تونس. بعد عملنا تكربيسة كبيرة باش نجمنا لقينا الفلوس من خويا اللي بعد ما انت ما صدقش اللي انا نجم نهار رجع له فلوسه باش نشري الدار في البلوفيش متاعي، ما انت يقول لك هذه منين مش ترجع لي المهم نشري المهم مقبل وخذيك على حد عقلك وعلى الفكره نتاعك ومشي معاك ما تحكي لي حبيت تعمل صحيح. عمري ماني مش نجم نشكره، ما زاد عمري ما مش نجم نشكر بابا اللي هو شد صحيح باش نمشيو نشوفوها. وقت شينا الدار له لا اللي هي دار عنون اصلها شيناها من سيد احمد عنون الله يرحمه ويذكره بالخير. تتكلف برشا ليلى باش تاخذ دار قديمه حتى كاني معناتها ماهيش très bon état في المدينة وباش تعودها، خاطر برشا عباد عندهم في مخهم الحلمة هذه، ما هي مكلفة نصور. هو الأسوام ساعات في المدينة ما عندهاش علاقة معناتها هي الأسوام الحقيقة في نظري أنا تقارنها ببورتمان في اللاك رخيص على الأخر، لكن إذا كنت نحي زليز والحجر والفرفورجي وتبيعه ممكن تصور حمارتين حق الدار. المشكلة فيش في غادي، عندك زوز مشاكل، عندك المشكلة صعيب ياسر تلقى دار عندها مالك واحد. أي جينيرالمون خاطر ديار الأكثرية عندهم أكثر من 100 سنة وتلقى معناتها الوراث معناتها ماكش باش تشري من قليل ما تلقى دار باش تشري من واحد برك، الا اذا كان هو معناتها قعد ما نعرفش قداش قعد باش يشري لي بار نتاع خواته ولاد عمو ما نعرفش شكون معاه. والحاجه الثانيه هي الترميم باش يكلف اكثر من سوم الدار، دونك خاطر قليل ما تلقى دار في المدينه تنجم تدخل تسكن فيها، معناتها الاكثريه لازمك تعمل تحويرات باش تردها ملائمه للعصر اللي احنا نعيشوا فيه. وهوني اش تنصح مثلا واحد حب يسانفيستي كيفاش؟ خاطر نعرف مثلا بور لا سيتي سانت بالحسن الشامبر بلو نتاعها قعدت مخليتها تسكن في الدار هذيك وتكري وتصلح وميم طون معناتها تعمل فيه هذا الكل وميم طون بالوقت، انت كيفاش شنو الطريقه اللي تنصح
تنصح بها؟ هو الحقيقة سندس عندها ألف حق، وأنا عملت كيف كيف، معناتها ما يلزمش واحد يكون مزروق. بون كل شيء كان عندك برشا فلوس في البنك بيان سور. أنا بصراحة معناتها الدرلولة قعدنا 7 سنين ترميم خاطر تخلص من شي نجم نفضل من بلوفش، والحمد لله وقتها جاوني دي ميسيون في الخارج معناتها باش نجمت كلمات رممتها. ما لازمكش تكون مزروق معناتها ما نصورش. بون أنا حاولت بالك شي، فما ناس عندهم علاقات خير مني، أما البنك ما تعطيكش الحاجة كيما هكا حسب علمي. ما نعرفش كان يؤمنوا بحاجة سياحة ثقافية والرتور سير انفستيسمون تاع السياحة الثقافية. ما نصورش البنوك، بنوكنا ما يغامروش ومرة في نفس الوقت. بون بالك شي يلزم معناتها واحد يؤمن بالقيمة الثقافة أو انتربرونور سوسيال باش يعمل مشروع كيما هكا، خاطر الرتور سير انفستيسمون طويل برشا. شريت الدار ورممتها، تحب ترجع الفلوس هذوكم مش متاع 10 20 30 سنة. ما تنجمش يكون بروجي كوميرسيال هو في الاخر، ما تنجمش. لا هو بروجي كوميرسيال، اما انت شو انا توا دار بن قاسم معناتها تخلص في شهرها وربحها وقاعده ترمم في فضاءات اخرى، شنو الربح اللي انت تعيش تحب تعيش به؟ معناتها بالنسبه لي انا معناتها الدار ترمت، بالنسبه لي انا ربحت، خلقت فرص لولاد الحومه ربحت، تونسي يدخل يحس بفخر واعتزاز اللي فما فضاء كيما هكا ينجم يعمل فيه حاجات، بالنسبه لي ربح. عرفت فما التوريست جاونا 63 جنسيه وسكنوا في فضاء تونسي 1000% واستمتعوا وروحوا قالوا كلمه باهيه على تونس ربحت. انت وشنو هنعاود نقول هذا انتربرونور سوسيال، عرفت كمشروع ماديا مغطي مصروفه ويفضل ونساعده به في مشاريع اخرى في المدينه. تبقى اذا كان جيت انا معناتها مانيش انتربرونور سوسيال نقول لك اللي الحكايه معناتها اللي حطيته اللي كان نحب نرجعه ما كونها الدار ترمت ديجا عندي انا ربحت وكملت. هي مانيش نقول انا غلطه والناس اخرين غلطين، لا كل واحد والفلسفه نتاعو، كل واحد والانتربريز نتاعو وشنو الحاجه القضيه نعاود نقول اللي حاب يخدم عليها. اي داكش حاب تقول اليوم الاول معناتها في الاصل هي حكايه باسيون، معناتها تنجم تكون باسيون على خاطر انت تحب تعمل انتربرونيريا سوسيال وتعاون ولاد الحومه باش يخدموك شيء، كيما تنجم تكون انت تا باسيون انك تستقبل برك العباد وانك معناتها كل واحد نحكي على الميزون دوت وني اكا هو فما عباد يعملوا ميزون دوت كيف كيف يصرفوا عليها برشا، مي هما مربوحهم انه العباد يجي وتبدا فرحانه اكثر منه قداش باش يدخل فلوس. دونك كل واحد وشنو الاوبجيكتيف نتاعو. اليوم اللي حبيت نقوله ان توكا اللي هوني نحكيوا اليوم على خدمه فيها برشا باسيون، مانيش نحكيوا على خدمه فيها برشا فلوس، معناتها هذا هو الفرق اللي اليوم نحبوا نحكيوه. دونك اللي يسمعوا فينا هما العباد المغرومين مش العباد اللي يحبوا يخدموا خدمه يروحوا منها برشا فلوس هكا ولا ما نقولكش ما نحبش الفلوس خاطر من وقتها نكذب. خاطر الفلوس هما اللي يخليك تعمل الحاجات اللي عملتهم الكل. اما الغوتور سور انفستيسمون فينانسيير ماهيش الاولويه، لازم نربح ولازم نغطي مصروفي، ما كانش معناتها تنسكر. اما في نفس الوقت يظهر لي الربح الغوتور سور انفستيسمون كولتوريل والا في الكوميونيتي اللي احنا فيها بالنسبه لي اهم برشا من قداش موجود في البنك. Pardon mon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens un gamin. ليلى هو الانتربرونيريا سوسيال اللي هو ماهوش ياسر بتاتخ ممنين بيه، وهوني جاسوم معناتها لي بوليتيك غوفرنمونتال ماهمش ممنين ياسر بالثقافه هذيا. دونك اوني اوبليجي اللي يحب يعمل انتربرونيريا سوسيال انه يدافع على البروجي نتاعو وحده، وانه يلو ماركيت وحده، انه يبيعو وحده ويوصلوا برشا عباد كيما انت معناتها اللي خلينا اليوم نعرفوك، وحتى معناتها في البلديه في بني خالد هذاك ماهيش نحكيو عليه اليوم خاطر ماهوش الموضوع، مي ان توكا اللي وراك معناتها باركورك معروف
معروف وخدمتك معروفة. كيفاش واحد جوستومون يدخل للانتربرونيا سوسيال ويبدا بمشروع صغير؟ كيفاش ينجم يعرف بنفسه؟ انت بالنسبه ليك لا كلي هي انك تبربش وتكون حاضر اونلاين بارتو، هذه سي اون سي اون غراند فورس. شنو لازم يكون عندك سوفت سكيلز باش تنجح؟ هو انت قلت على المفهوم الانتربرونيا سوسيال مش واضح، هو فما زوز مفاهيم غالطه في الانتربرونيا سوسيال ديما نحب نوضحهم. ديما الناس كلمه سوسيال في تونس ديما مربوطه بالشاريتي، معناتها ديما يظهر لك كان فما كلمه سوسيال معناتها راهو انت تتفرق في الفلوس وماكش رابح. لا مش صحيح، معناتها هي انتربرونيا، كلمه انتربرونيا جات قبل سوسيال على خاطر يلزمك تستعمل الرياده، كل معناتها تقنيات الريادة لخدمة، معناتها هي ريادة اجتماعية لخدمة الإنسان بالضبط. فهي قبل كل شيء ما هي الشاريتي، هي لا معناتها باش نكون معناتها شركة ربحية، أما أو تنجم تكون بطبيعة فما طرق أخرى للمؤسسة الاجتماعية. الحاجة الثانية اللي هي ديما الانتربرونيا سوسيال في تونس كيني اختراع جديد جانا مع تخترعوه الغرب والأمريكان اكتشفوه وتوا احنا نحاولوا نطبقوه. هي راهي أنا ديما نقول عزيزة عثمانية كانت انتربرونيور سوسيال، معناتها هي كان عندها برشا ناس في المدينة، شوف المدارس اللي في المدينة أغنياء ابنائهم كانوا المدارس معناتها يسكنوا فيهم الناس اللي يجيو من بعيد باش يقتنيوا العلم من جامع الزيتونة، يسكنوا بلاش ويأكلوا بلاش وعندهم إمام يقريهم كل يوم بلاش، وتلقى الغني اللي بناء المدرسة عنده وكالة كما اليوم وتيل أو عنده مقهى ومداخيل المقهى موقفهم على المدرسة انتربرونور سوسيال. ولا عزيزة عثمانة كان عنده ناشر، مداخيل الناشر متاحة يصرف عليهم بالسبيتال، هذه انتربريز سوسيال. معناتها احنا في ثقافتنا موجوده، يمكن موجوده اكثر بتاتخ من الثقافه الغربيه، واللي هي ثقافه غربيه عرفت كيفاش تستغلها واحنا ما عرفناش. يظهر لي في كل تريك البلاد بما فيهم بني خلاد تلقى فما مولات حمام تسبونسوريز يعرسوا وتهوروا حتى ديك انتربريز سوسيال، خاطر هي ربحت هي ربح الحمام سبونسوريز بالمفاهيم نتاع اليوم، معناتها عملت سبونسورينغ للطهور او عرس. الناس ما تنجمش، معناتها هذا موجود في كل تريك تونس، معناتها ما تنجمش تقول لي توا اختراع جانا من الغرب ونحاولوا نأقلموه ونلوجوا كيش نعملوا له قانون، ومش على خاطر ولا فما قانون ومش يولي فما انتربريز سوسيال. هي موجودة في تراثنا من أول الدنيا، معناتها جدودنا حاجة كان فما الوقف وخمسين ألف نوع آخر من الانتربريز سوسيال. باش نسهلوا الأوراق شوية غير توا إداريا ما تيزم نسهلوها الحكاية بالضبط. وانت كيفاش دونك باش نرجع سؤال اخر، كيفاش كيفاش وصلت معناتها باش تفسر للعباد انت فاش قاعده تعمل؟ صعيب خاطر اليوم اللي حل يعمل انتربريز سوسيال ديما كيما قلت انت فما النظره هذيك نتاع المجتمع، الوغ كو اليوم ليلى بن قاسم معروفه معناتها كانسانه تخدم في حاجه لوكراتيف مي اون ميم طون قاعده تعاون في برشا عباد فرد وقت. دونك كيفاش نجمو نوصلوا ليماج، نسوقوا ليماج الباهيه للانتربريز سوسيال نتاعنا؟ يظهر لي كل انتربرونور سوسيال عنده القضيه نتاعو هي تولي برسك لبسها، معناتها قد ما يحكي عليها تولي معناتها معروف هذاك قضيته كذا. مهم برشا الكونسيستنسي، ويظهر لي هنا باش نكون بوليتيكلي كوريكت، معناتها هنا بالكشي شويه ريسك على خاطر في تونس في خاصه تونس بعد الثوره معناتها ولا فما برشا فرص حب انتربريز سوسيال والا جمعيه والا معناتها تلقى الاهداف او القضيه تتبدل حسب التوندونس نتاع تاع السوق. المحل كلمه سوق مش ياسر صحيحه هنا، اما الكونتكست ولا فهنا هنا يظهر لي قدم اذا كان ما فماش كونسيستنسي في القضيه يوليو معناتها المجتمع يشك شويه في الانتربرونور سوسيال. فيظهر لي وانا حتى لجون اللي يحبوا يعملوا انتربريز نقول لهم كان رقدت معناتها اليوم باش تموت باش تعمل حاجه ورقدت وقمت ولقيتها معناتها بردت عليها راهي مش هذيك، زيد خمم. فهو يظهر لي اهم شيء اون جينيرال مش حتى انتربريز سوسيال، في الانتربرونيا اون جينيرال لازم نعطيه الوقت وقته. يظهر لي انت بيدك راويه معناتها وحدك رقدت قمت عملت بودكاست وتوا متاكده اللي عندك 50,000 حلمه للبودكاست نتاعك ومعناتها هذيك حتى حد ما ينجم ينحيها لك ولابستك ترقد وتقوم تحلم بها. فهذاك معناتها واحد انت تو وصفت صحيح كل شيء وصفته بالصحيح. هذاك هو اللي باش يدوم. نجم نعطيك 50,000 فكره ما انت ماكش باش تتبعني خاطر انت تو لابستك القضيه وتحب توصل اصوات ناس في مخك. يظهر لي انت بيدك انتربرونور سوسيال ماكش فايقه بروحك.
هي فما consistency وفما معناتها تشوف اللي الإنسان هذاك يؤمن بالقضية متاعه ويظهر لي احنا كلنا عباد ونعرف شكون بالحق يؤمن وشكون بالحق ما يؤمنش. وفما ناس معناتها مش كان في تونس في العالم الكل الكلام سهل يتباع اما الانتجريتي معناتها المصداقية اللي تجي مع الكلام هذيك مش اي واحد ينجم يوصلها. محليه الكلام انا ماذا بيش نقص هوني البودكاست الكل اما كمان مش نوفى بحاجة صغيرة خاطر حكينا على دار بن قاسم دونك اليوم فما زوز دار بن قاسم باش نقولوا كيفاش كملت الحكاية معناتها وهوني نوفاو دونك نعملوا الميزاجور عندنا زوز دار بن قاسم عندنا دار الحركة انا اليوم جيت شفتها كووركينج سبيس لي كرياتيف لي زارتيزون اللي في المدينة وشنو فما اخر في الجيب في الباجاج نتاع ليلى بن قاسم اليوم ياسر كسيتي اللي مع مجموعة من معناتها دي شيف دونتربريز في المدينة لمينا بعضنا وعملنا جيو عملنا تجمع اقتصادي نعش بالضبط دانتيغي ايكونوميك بالضبط سميناها مدينتي بروجي بدا من عامين مع البلد واليوم ولا عنا معناتها لمينا بعضنا دي زارتيزان قهوة ريستوران ميزون دوت وفرحانة اللي باش نخدموا بعضنا باش نزيدوا نخلقوا فرص جديدة اقتصادية ثقافية في المدينة نحاولوا نخدموا شوية على البراندينغ متاع المدينة باش تولي معناتها فيها حركية أكثر باش احنا المشاريع متاعنا معناتها يحافظوا على الخدم اللي عندهم وان شاء الله نزيدوا وفي نفس الوقت معناتها نساعدوا سورتو لي زارتيزون اللي في المدينه يتعرفوا تعرف كلهم مروا كلنا مرينا بوقت صعيب برشا في رمضان خاطر رمضان هو اكثر وقت تخدم فيه المدينه وتوا الحرفيين اكثرهم معناتها بما انه معناتها في رمضان ما خدموش الوقت صعيب عليهم قاعدين نتقابلوا بريس كل جمعه نحاولوا نحنا نبلوروا هالستركتور هذه جديده اللي تلمنا ونشوفوا كيف شنو المبادرات الثقافيه اللي نجموا نلانسيوهم في المدينه اللي نجموا يجبدوا مستثمرين جدد او حتى ناس تعمل دوره او ناس تشهي باش تعدي شطر نهار في المدينه ان شاء الله. معناتها اليوم لي زيفينمون اللي باش يصيروا مثلا والا كان فما ان سيت لما الناس كل باش يكون هالجروبمون دانتيغي ايكونوميك هو اللي يخدموا مع بعضهم دونك عندكم دي بروجي ان شاء الله باش تعملوهم مع بعضكم كسوا دار بن قاسم مع قهوه مع ارتيزون مع غيره باش تعملوا دي بروجي اون كوليكتيف. بالضبط باش نعملوا باج جديده اسمها مدينتي باش نهبطوا فيها شنو هما الفعاليات والدورات والبرامج تنجم تكون معناتها تعدي عشويه مع خطات ومن بعد ريستوران او تعمل دوره في المدينه ومن بعد تعدي وقت مع بلاغجي فباش نعملوا هكا شويه حكايات باش الناس تشتهي تجي تعدي اكسبيريونس معناتها باش نثريو التجربه في معناتها وين ما الزائر يجي المدينه. واحنا اليوم نحكيو برشا على اليوزر اكسبيريونس معناتها في كل شيء في لي دومين كل دونك ما فهمش علاش المدينه اللي هي باريسونس فيها الاكسبيريونس والتجربه نتاع الزائر ما توصل لهاش الحكايه هذه. ليلى انا فرحت برشا اليوم خاطر لاكوي كان تحفون فطرت باش نقول لهم فطرت قناويه بنينه على الاخر على الاخر على الاخر في دار بن قاسم. ميرسي بوكو ليلى وان شاء الله برشا اللي سمعونا اليوم يتشجعوا ويتلانسيو رغم اللي فيها برشا جهد برشا برشا فلوس برشا انفستيسمون مي ان توكا فيها برشا محبه وبرشا غرام نتصور لونتربرونيا سوسيال وهو اللي باش يخلي تونس تتقدم. انا عاشقه لكل ما هو مبادرات اجتماعيه ويظل المبادرات الاجتماعيه هما اللي باش يحلوا مشاكل العالم الكل. نتصور اما يظل حشتنا برشا رواد وياليت معناتها يخموا في الربح اجتماعي البيئي يظل قضايانا في كل الميادين وفيما فرص في كل الميادين. فرحت برشا بجايتك راوية دار دارك طول تيمة.